العافية، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة على موقع آسك شادي. بهذا الفيديو رح نتعلم كيف نستعمل إكسل فورمولاز أو المعادلات الإكسل عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني عندنا هلأ 4 تمارين، نتمنى طبعا تتابعونا للآخر. أول تمرين عندي علامات طلاب بده يعمل لي الأفرج، أعتمد على الذكاء الاصطناعي هو يعمل لي الفورمولا. تاني تمرين عندي أنا اسم الشخص مع الإيميل مع المنطقة مع الدولة، هو لحاله بده يفصلون عن بعضهم، يعني بده يشيل الكما، بده يشيل الفاصلة. تالت تمرين هو لحاله بده يحط لي الكمبيوتر إذا كان شخص جاي قبل 9 إنه وصل على الوقت التايم، بينما أو أون تايم، بينما إذا كان بعد 9 بده يكون ليت يعني جاي مأخر. وآخر تمرين أنا بعطيه رقم الشخص، هو بيعطيني دغري اسمه find name، يعني هو لحاله بس أعطي أنا الاي دي من خلال جدول معين، بيعطيني هو اسم الشخص اللي عنده هذا الاي دي. وطبعا مستعمل كتير هيك جداول نحن، خاصة بالنسبة للطلاب، أوقات ما نعرف مثلا هذا الطالب شو اسمه اللي حامل هذا الرقم إلى آخره. خلينا نبلش أول شيء بالليفل من طبعا الأهون للأصعب. طبعا نحن بنعرف كيف نفتح للتشات جي بي تي، بنفوت على الجوجل بنحط تشات جي بي تي، بنفوت على الموقع وبنحط له تراي تشات جي بي تي. هلا طبعا انا فايت باسم شادي، فيني اعمل لوج اوت لحتى اقول لكم كيف بنفوت. عاده بنفوت على لوج ان او ساين اب. ساين اب يعني بعمل دخول حسب الايميل تبعولي، ولما تسجل فيه بفوت على اللوج ان. طبعا فيني اقول له بكل الاحوال لوج ان، بفوت على كونتينيو وذ جوجل وبيطلع عندي انا الايميلات اللي عندي على الكمبيوتر، بنقي الايميل تبعولي لحاله بيفتح تشات جي بي تي. خلينا نحن طبعا هذا الملف اللي فيه بقلبه البرومبت تبع تشات جي بي تي رح احط لكم اياه كمان بالديسكربشن تبع الموقع. اذا بعمل كوبي وبكتبها هون، بقول له create excel formula to calculate شو average values. طبعا انسالز الرانج تبعه حطيته انا من البي 2 للاي 2، لك وينه؟ من البي 2 البي 2 العلامات للاي 2. اذا هذه هي الرانج اللي فيها العلامات. انا يمكن اكون عامل جدول يكون الرانج غير، بس بغير هول الاثنين. اوكي؟ اذا حطيت له انه خلق لي فورمولا لتعمل لي الافرج المعلومات او العلامات الموجوده من البي 2 للاي 2، بحط له يفتش لي على الفورمولا. طبعا هو بحط لي الفورمولا وبحط لي تفسير لها، انا ما بدي التفسير، بعمل نسخ للكود وبروح وانا بحطه باول خليه، بعمل له شو بيست لحاله، عمل لي هون شو الافرج. لحتى اعمل الافرج للباقيين بجي لهون على هذا المربع وبعمل دراج، بيكون عمل لي المعدل تبع الاول، المعدل تبع هودي العلامات، والمعدل تبع هودي العلامات. اذا انا هون قلت له للذكاء الاصطناعي او للتشات جي بي تي او للروبوت انت عمل لي الفورمولا. خلينا نشوف هلا بالتكست اكستراكشن. كمان قل له خلق لي فورمولا تو اكستراكت ذا تكست سيبريتد باي كامز. يعني انا في عندي هون نص في بيناتهم فاصلة، بدك بس تفصله. يعني إذا بتلاحظوا هون رح يزت النيم شادي نصار هون، الإيميل رح يزته هون، المنطقة رح يزتها هون، والدولة رح يزتها وين هون. طبعا بستعمل هذه الفورمولا اللي بده يعطيني إياها الشات جي بي تي. إذا رح أكتب له هون البرومبت وبقول له فتش لي على الفورمولا اللي بتفصل لي الكلمات اللي بيناتهم شو فاصلة وكل واحدة لحال. هي اكثر شيء بيستعملوها بالبنوك. طب خلينا نعمل نسخ للكود. اول شيء بيستعملوها بالبنوك لما يكون عنده مثلا هيك معلومات بده يفصلهم عن بعضهم، بيجي بحط الفورمولا هون وبعمل لها بس بيست، لك وين حط لي شادي نصار. طبعا اذا جينا هيك عملنا دراج بيطلعوا كلهم، وبرجع بعمل دراج هيك بيطلعوا كلياتهم. هيك بيكون فصل لي الاسم عن الايميل عن المنطقة عن الدولة وعملهم بطريقة حلوة. فيني طبعا انا ظبطهم هون، حطهم
بالأحمر، حطهم بالنص، كبرهم إلى آخره. أوكي، حطيت على الجدول مرتب. إذا هذا برومبت، يعني هذا أمر أعطيته إياه لحتى يعطيني هاي الفورمولا، رائع. لكن بتلاحظوا هون هو كتب لي هيدي، يعني أنا إذا بدي أجي لحالي أنا أكتب هذه الفورمولا أكيد بدي أشتغل وأتعب يمكن نص ساعة ساعة ما أقدر أوصل لنتيجة. اليوم عبر الذكاء الاصطناعي قلت له فصل لي هودي اللي بيناتهم فاصلة هذا النص بطريقتك، فصل لي إياهم بهالطريقة، صار فيني أنا أستخدمهم. أوكي، طبعا في كتير ناس بتعوز هالشي. هذا بيجي عندنا ثالث تمرين اللي هو انه اذا واحد جاي قبل التسعة بدي احط له انه اون تايم، مواصل على الوقت، واذا كان بعد التسعة هو يحط لي ليت انه مؤخر. ماشي، نفس القصة، بياخد هذا البرومبت بعمل له نسخ، كان هاي نزغرها شوي صغيرة بس لتبين شو هو البرومبت تاني. اوكي، طبعا فينا نحن نوسع هاي، وفينا نقول له هون بالفورمات انه فرجيني اياها كلها، ما تعمل لها وراب تكست هيك لحتى تبين كلها. اوكي، اذا قايل له انا هون بالبرومبت ذا تايم فاليوز ار ان بي كولون، عم بقول له انا الوقت موجود بالبي، الوقت. كان يو شو مي هاو تو ليبل سيلز؟ ليبل سيلز يعني انك انت تعطيني من عندك ان انا سيل شيت از اون تايم اور ليت ارايفل. فور اكزامبل عم نعطيه مثال انه اذا جاي قبل التسعة بحط لي اون تايم، واذا جاي بعد التسعة بحط لي شو ليت. هاي كل القصة، بعمل كوبي لهذا البرومبت وبروح بحطه وين بالتشات جي بي تي وبقول له انتر، بده يلاقي لي هو لحاله الفورمولا اللي بتعمل هالشي. هذا بيعطيني اذا كان جاي على الوقت هذا الموظف او مؤخر، بعمل نسخ للكود بروح بحطه وين بيست وبعمل دراج، بيكون هيك طلع لي مين جاي على الوقت ومين مؤخر. مثلا اللي جاي قبل التسعة اون تايم واللي جاي بعد التسعة ليت. بيجي عندنا رابع تمرين من الاخير، ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا، وان شاء الله تتابعونا دائما على القناة أسك شادي، لأنه في كتير فيديوهات فيكم تشوفوها كمان كيف بحول الكلام تبعولي لنص يقرأ روبوت، كيف بتعلم اللغة الإنجليزية، كل هدول الفيديوهات موجودين على أسك شادي على اليوتيوب. هلأ في عندنا هون جدول في بقلبه أيديات، يعني أرقام لنحسب طلاب أو موظفين، وأسماء لنحسب. بدي أنا اسم شخص عن طريق أنا بعرف بس الأيدي تبعوله، بدي أعرف الاسم تبعه، بدي استعمل الفي لوك اب. هيدي انا ما بعرف انا استعملها، شو بقول له هون لكوانية، بقول له عندي اكسل شيت وفي بقلبها اسماء الموظفين والايدي، اعطيني فورمولا شو تعمل، تفتش لي على اسم الموظف اذا انا اعطيتك شو الايدي تبعه. بكتبها بقلب الشات جي بي تي ولحاله بيكتب لي الفورمولا، شيء رائع. هذا هو الذكاء الاصطناعي اللي لازم نستفيد منه نحن، لانه بوفر علي وقت وما عادش ضيع وقتي مثل ما كنت بالاول ضيع وقتي لابحث عن الفورمولا اللي بدي استعملها. قلت له نسخ هذا الكود. هون بدنا ننتبه، هون ما راح اكتبها لحالها مثل ما هي، هو عم بيقول لي انه حط الاي دي. الاي دي انا اللي بدي احطه هون شو هو؟ انا شو بدي افتش انا على 70561. قلت له 70561 محل الاي دي. اوكي، وهون من الاي للبي عم بيقول لي التيبل من وين لوين. التيبل هي من الاي 2 للبي قد ايه؟ للبي 26. اذا اي 2 للبي 26، اذا بدي احط له كل التيبل، علم له التيبل كله، بس هي كل القصه. اذا حطيت اول شيء الاي دي تبع الموظف اللي بدي فتش عليه والرانج تبع التيبل كله وبحط له هون انتر، شو طلع عندي؟ لك وين وزياد برجي، هذا اللي حامل الاي دي 70561. في ملاحظه هون قبل ما نخلص كتير كتير مهمه، ممكن واحد يفوت على الاكسل
انا عم بشتغل هلا على الاكسل 2019، ويجي يحط هاي الفورمولا ويعطيه ايرور، يعطيه انه غلط الفورمولا او ما يكتب له شيء. يعني اذا جينا حطينا هون النقطة فاصلة محل هاو وحطينا انتر، بيعطيني فيه غلط. ممكن يعطيك هذا الغلط انت عندك بالبيت. شو لازم تعمل بهيك حالة؟ عادة الاكسل بياخد بدل الفاصلة بياخد نقطة فاصلة، بس قبل حتى خليه بالفورمولاس كلهم ياخد فاصلة، في طريقة بدي اعملها. بفوت على ستارت على الكنترول بانل، على ريجيونال سيتنجز، بفوت على مطرح اسمه اديشنال سيتنجز، وهون في مطرح يلي هو، خلينا بس نشوفه وين هو، ليست سيبريتر. بدال ما احط له هون يكون موجود عندي، لازم اتاكد انه موجود عندي فاصل، والا بالاكسل اذا محطوط هون عندي نقطه فاصله بصير ممنوع اكتب الفورمولا بالاكسل الا لحط نقطه فاصله بيناتهم مش فاصله. اذا هبا ننتبه لها بنحطها فاصله، بنطبق الفيديو اللي انا قلت لكم عنه بصير يعطي نتيجه 100% ان شاء الله. نرجع بنتمنى انه تعملوا سبسكرايب على الموقع، تعطونا ملاحظات بالكومنت اذا عندكم ملاحظات، واذا عندكم اقتراحات لفيديوهات نحن نعرضها تباعا اذا الله رد على موقع. شكرا للمتابعه ويعطيكم الف عافيه.